بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب خارجه يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كوتن دمانتي ولكن عبد الله سلام محمد وهو دين سومري سلام ديرن سلام خالص خالي جوتين سلام ولا تنمس شعالي محبه كبخت دمانتي كل كين ايدل كين وحنا كو سوروينا يوتيوب شانل كي يا فيسبوك بيج كي اصحاب خارجه اي كو عصب فيسبوك بيج كي وحنا كعصنا ان بيج كي لا غريسان سيتو كلا ليسو فالو غريسان ان شاء الله ديرايمو سدا في سلم من اصحاب كو عصب يوتيوب شانل كي وحنا كعصنا ان شانل كي سبسكرايب ريدان سيتو كلا بيل فرتا اصحاب عصب او لو دري اصحاب يا وحنا كعصنا ان فيديو اسكي لا غريسان كومنت ان ريتان هدا هيسان وحتلا اما تسالا ام حتى السؤال يقطع ان شاء الله دي لازم وان كجوابي تونا لبدا دينا بعد اذا سوي ديسان فيسبوك يا حدا يسوي ديسان ان يوتيوب شانل ان شاء الله دي لازم حكي دغال قالوا انت عن البرنامج كان عاوا ان شاء الله دي لازم ما تخرب ان هذا حنا راينا الكلمه هذا اليوم سيدي هذه صور يقول صور درتين اما دي صور رسائل فيسبوك ان لما انت كنت ان محمد لين هذه صور درتين صحاب انتوا لبدا ان وكواز ان لكن وحاب هذا اصحابي ان فيسبوك يقول سمي وان فريندشيب كنا اما معنا محلها هي الفريندشيب هذه صور درتين انا كابل كلمه فيسبوك وحكريه اللي بده يوليها ان شنكون وقف مكان اللي قالك لنا وحبا علشان الكومنتر سكرتيت نحتاج نسوق هذا واكن سير هذا واكن سام وحيقول جرو ان شاء الله راح يجي شنكون قصاد ماشي في اكثر فريندز ما شنكون اقف واحد بلا ما بلا ما قد حامل هذه يروح ما هي مدام اساس نقول على لكن ان شاء الله هذه الاوبشن اللي يعني نسينا يا الاوبشن تاع كلا اورنتي على هي ليميت انت على فيسبوك يا شو حريت هذا مدام عندك في فيسبوك تعال منك على جوجل فيسبوك انت واحد قريسه هذه لهي على مدعات كدي واحد قريسة راجي صلاة أون كلا صق لهين أو سيدا أون سبيس لهين كدي واحد كل فريسة ما كده كل فت كدي منا ماشي عن بيج كده كل فريسة سو أنت سان كم صار بدك كده من بيج كده كل فريسة ماركت بلاي فيديو اسمه مرادينيسا ما البوست اسمه مرادينيسا بيبل مرادينيسا فوتو اسمه مرادينيسا فيديو اسمه مرادينيسا ماركت بلاي اسمه مرادينيسا بيج ماشي تقول أنت كل فو بيج اسمه كده كده هوس صار كان راجي صار تقول أنت وحنا كل فن كان لا كده تقول أنت أو تقول أنت قال كده كده سكوت جال لا درتيس في مانتر سكوت كده ماشي بيج نقول أنت يا دي كسر لغرينيسا أما دحين سريع كلاسا كده من حسمينيسا هو سوف لغرينيسا قرش كده جميعها وضعك مريكا أنا عطيك أسك جوابها أيان عاو حنا دين وضع إن شاء الله وديلا مثلاً عاد أمريكانا أما وضعك مريكا اللي عليها وتوتيشن فري مسيناء فري تتع محن جيدا توتيشن فري محن جيدا أكريت إن شاء الله وديلا مو دقة قصة صعدة يوم كوش أحدنا توتيشن فري وحلو جيدا كام عاد أنكو حرينين في وحن جيدا كام عاد أنكو حرين المركع كام عاد صار كشوف سمستر كوه رأي بلاده كام عاد والعجل كه قادم سما أما كه قادم المانثر كه قادم أم ويك كه قادم أم سيد أم يير كه قادم أم سمستر كيف المركع كه قادم وحبرش أي كه قادم سما مركع كام عاد أنكو محرز المركب حق قاضي صار في كل يوم قاضي وحوي وحلي هذا أساس من في وحلي رأيك قاضي صار أساس من في وحنو جيدا مركب أتقارس كذا ميسته وادم تحانك جلسه أيه وحلي قاضي يا كسر وادم تحانك علشان تحانك على الوجود صح أما معنا محل أي الوجود أساس كريه أو الوجود ما كريه وش الوجود سمين أوكي أصحابي وحنو بسونا هاي وادم كمريك مركب لقى الله قف والبا وادم كمريك بتشوفه وحبرتي وادي ميسية ليش نكون دولار todobaad kun oo dollar kan tan kun oo dollar kuwa ugu yar ee barta kuwa faculty ska inferior ka sida ugu hooseeya ugu kharash keyr sida business ka kala waxyaabaha yar qofka barta ayaa waxa laga qaadaa calaashan in waxa uu leeyahay aan dhahay in 3000 4000 kan tan kun uu leeyahay qof walba waa deemisan that's why dadka candidate ka ma sharaxin inta uu sharax madaxweynaha wadanka mareekanka 2020 ga mid walba oo ka hadlaya calaashan student loan waxa jira deymaha lacagta deymaha ay ardadu ay dawladda mareekanka ka qaataan ان ما كنت بروح عليها يدير العكس يعني عارفينها ان انا محله و دمايا ان علشان ان انترست ريت كره يعني جرينا وحوط نوعه هيك هلا marka ان وح وين اي كتها فكتر وين اي كتها ان في جامعاتها ان انا محله ما قرشات وحبر شغل جوجل هاي فكتر وين يو كي وندك امريكا ان وايو جامعاتها يا قونسله وايو جامعاتها يا دون كودن علشان وحي نقدين علشان وح او احداث التراب جامعات امريكا ان تصبحي او علشان شهاده يعني بره وسع لين او علشان قونس عالمي اي هسه ان marka اساسا يعني في داتا تيشن فري تيشن فري وحنا جدا ardaa go markoo jaamacada dhiganaayo lacagta laga qaado in monthly in ama weekly ama semesterkiiba mar ama year laga qaado ama asaguna hal mar laga wada qaado ee tuition leeyahay ee marka waxa hayso sidoo kale assessment fee ay qaadan assessment fee no waan leeyahay waxa hayso dadka imtixaanka marka ku dhamaado ayaa calaashan laga qaadaya waa imtixaankaaga ama course kaaga imtixaanka aad gashay wixii lagu assess gareey laha ama lagu qiimeey laha okay ayada ruuxeeda ay scholarships kaleeyeen oo waxa jira scholarships oo macnaheedu waxa hayso waxa soo dhan laga caafinaayo haddii apply kareeso ku soo baxo aad qarashan wuxuu dhanaad free ku dhiganeysho okay marka jaamacadaan ay tahay waxbarashada noocaas bixinaysa oo accredited ay waxbarashadeed tahay ama iyadu ay haysato aqoonsi sidee waxaanu sidee free ku noqoto waa horta accredited kan ku noqdo accredited waxa la yiraahdaa jaamacada ay aqoonsan tahay in hay'adda maxalliga ee hidaha iyo tacliinta sare
هذا سومالنا وحنا نهداه يتعلين صار سومال هيده أمام عنا محلها الجودية إن هداه يتعلين تصار وضن كاس كوني ده كم عدد أقنصين يعني هذا أكل اللي تطيع كطاي أما هو لقى أقنصين وضن هبل إن دولة سومالي وزارة هداه يتعلين تصار كم عدد كستوى أقنصته ويشهادة سيده إني وضن كذا كوح طريقة تو أيام اللي هذا وأكل اللي تطيع أنا وضن سومالنا وح اللي هذا أكل ليش ببنا قانبا وكم عدد هنا دمنت وح أكل اللي تطيع كم تجنب كوا وين كوير يركو شارف واسكو دمت إن وأنا سبب تصور حكي أنت عدد يعني عدد كانوا مركب بنانك وبحاء أم بنقلش تجان أمي وقاعد تجان أما كين تجان إني إسكالي تان كم عدد والبو كسر هرب حدا ينتي أطلع كريان ايش كان يكتمل وايش مو فيرين اكريديت ده دوله ما ما اقونسل معناه كما قلنا جامعات هذيسن اكريديت لهين اما على اقونسنين اما هي دسي الشهاده كيسن اللي حراي كما قلنا ولا محرو وحليها علشان سوين دغاله او شروطي سوين بخيه كتب اكريديت اكريديشن للانسان يعني مرك هذه تشرت بقى ان دوله اقونسنت اما دوله ليس هي هيستا دد الشهاده يسيده يا جيرين ددك وخبران او جامعات مرك مرك اصحابي مرك ودن تيسان اما علشان ودن ودن كان كبحثن هذا هذيسان جامعات اسك فيريا دد بان ودن كمرين وحالي جيرو وحاجلو ليرادو عشان جامعات اي كسو خلت بينا ايغو ان اوغين اما وادد فورن ريسا اما وادد ودن كل شيء واحد بدن بارين اون وربحين بدن ان هينين كدي وحالي لهذا شهاده دو مسقن يسو جامعات هذا كل ما وحيابها قار مسمي كثير وحد سمينا شو ليميت اي لين ان ودمداس ان افريكا اي اسيا ان جامعات كسو اد كسو بحدو اديك ليميت انكم مسينا لكن ودمدان هرم مري وستان كان تشيسكا جامعات هاي سن اكريت سين ليميت اي لين جامعات يعني كفو غاني ارنت صدا ان شاء الله ديرا المركه لاين كان دونا لكن جامعات ان كان هذا هذا يعني هو اكريت مسنا وتيشن فري وحاب لابين ان يلا هاركتيده ان نكاس وادك او ليليا اني واحد برشاد تحي ان حقوقها اساسيات كاي قف بلادنكا سدا انتد انو هلو ميلو دغناده انو هلو ما وخا سولين انو هلو ان وحيابها سو كلي اي لميت هيو لي قف جامعده ام واحد برشاد وحي كم وحي لميت هيو لي بيو قف قبل اي انتد عن لاي يماشو كو سلا مركا اصحابي ان بدن وادين كميده وحن قياس ايا ان اد كو جيرتان استراكل ان اد كو جيرتان قف البا او سوماليت ودادينا ويجكينا وا سومري او علشان ان ايج كان ليرادو علشان ان لوست جينيريشن سوماليا لغا سو بلابو ان خلق دولته انو دعدي قفكي حنا قاده شيء تم جرا عمله حتى جرا ان وقبتي كل عدي الى ما انت او اي لغا جوجا علشان صدن سنه اما ان 29 سنه ميلاد لغا جوجو ان قف انت هذا الشيء او ان هنا علشان قف ادي اد نسيب يا شيء او والدكيس اي علشان وحيستان قف بالاسترجل اللي كجرا وحبرشه سلوك الا ايو اردد انا هم جيله بل يرد انا هم جيله وحي ربا اي سدن هلك مركا صحابي فرصه ما حنكع سنه كيف ليسان الصحاب بدن 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 وانا من سنه اني اباه هنا على فيسبوك او سوشيال كريسان وادله ودالتان ان شاء الله ودي لهمو اديك انا بال اي كاغه هيتون انا كان بال اي كاغه هيتون ان شاء الله وهدي علي اوكي مركا صحابي وحان الوقت تيشن فري ان سيدو كان اكريديت اكريديت وان يشرح حاله الجامعه دي اقون سنتها دولته سيدو كان تيجي في وحال لي ان ما لها علشان وحال لي هذا وحلو سوق اوكي اصحابي ان مركا سيدو كفر غريزه سيدي علشان مدام هي الجامعه دي وحلهين امام حرام عليه سو حبق هذه ستيشن فيه سقاد سيدي علشان ان كو كفر غريزه قرشات كده اوكي حتى الجامعه دي وحي لعقته كو غلان وحو بدن او كو غلان وحوايه وحواي بروفيسورسك او ددك دغا اي كو غلان كو انا هو لي بالابا وايتاس كل لكن حيقول كلام إن كامباسيس كا يوم معناه محل إن 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 لا لابس كا يوحصل لي يقول كلام وحيقول إن إنفراستراكشر كا وحلي راد سيدا إن 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 دلقيات إستان وحصل يقول كلام مارك وحصل الجامعة ده أنا ماله إن وحنجي ده جامعة أنا لهين بروفيسور وان قياسها هي إن أديك الولاد ده جامعة ده بروفيسور لين سيكون ليك ميسا نين أي فكر كان لها يعني ري نين كاسيتو وحو صوبان دقي وحو صوبان دقي إن ده كمال قبين كا ودك مريكن كا وحيري ان وحبرشدو وهو ان اساسيات قفكه بلا ادنك او باهي هي واي ان وحان ربا ان كاميرا دليا انت وان كدغ سدا او ان كدغ وحبرشدو فري نتا نبروفيسور ايوها كدي بحو سو بانك ددك مال قبين كا سدا بيل جيتس ان مايكروسوفت كمبنيجاس ان كمبنياشا وحو سو بانك اي جامعاده انت بو سو بانك ماركا دمانتود وي لو غلاادين ان صارو كلا هيتي ماركو كدعاي الريلكو كدعاي وحي وحبرشدو سيده جامعاده انو 200 يو كونتنر دي اي وحبرشدو سيده او علشان فري اهان اكو برتو هيشن ان سيده كلا سيريا ان دد بدن اي وح كبران او سكولرشيب غوني ايا جرو ماركا ماركي سيداس اي سمايان ايغون وحي دان وان كو تاغيرينا او سكولرشيبس كان ادون كسينودن ان ان بدنو كميد اديك ايان كسينينا ماركا جامعاده ايو فري ان سيده كلا وحو لا خريري دمان ددكي وحبر جيري جامعاده هو وين ددكو وح كبرو ايو لا خريري وحوري سي فالنتريا او انت دي ماتان علشان عددك وحم كبارسان وقتي اني وقتي كميده وحم كسيريسا ان مركا تدوبكن او بروفيسور سيا اسك سورت سكريسي اني سي وحبرشد وحك برايان لاغلان او مركا سيتو جامعادنا اكريديتد ماها وينين لان بلاابي مركا تدوبكن او معناه محل بروفيسور سيا انت اخذت جامعادات او عاونيسا ولي بجامعاده هدد وحك برتو او عشان شهاده كيشو وحد بدلي كرتا دمان جامعاده مرنك انتو بدن او نيويورك يونيفرسيتي او ولي با او ايغا بارتنر لا او ادي ادي سو دويين او كلو ود بدلي كرتا جامعاده وينو دوود بدلي كرتا اوكي مركا صحابي ان يانا وركن كو دالني نيكي سياس او صورته كشي جامعاده كو اساسي ان معناه محل ددكي او فلنتيرس كاي يا كسو قيب غلي ان وربع جامعاده هو اونلاين اصلا قاعده تستو انترنت سيده كان لابتوب يو
wax kasta oo aad haysato oo aad internetka ku access garay karto xitaa mobilka waa deegan kartaa meel kasta oo adduunka joogto. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso imtixaanka say iga qaadayaan haddii distance learning ahayn dhammaan waxyaabaa lagu maagarayna waxwaa coursework waxaa lagu dirayaa soo sameeya researchka soo samey researchka ayaad soo qoraysaa waad soo sameynaysaa waad soo diraysaa kadib waxaa lagu maagaraynaya intaas ayay ku dhamaanaysaa. Waxa la yihaahdo final exam ma jiro, waxaa lagu dirayaa research ayaa lagu dirayaa marka by research ayaa lagu bartaa by research waxaan ujeedaa tusaale kale jawaabo ayaa lagu su-aalo ayaa lagu siinayaa su-aalahan waxaan soo baar ayaa lagu leeyaa sidaad websaitka ayaad kusoo diraysaa marka dhammaan arday ayaad kala doodaysaa. Mida kale waxaa jirto discussions ayaa jiro discussions dadka kasoo qayb gali xitaa waxbaa kaalumaya discussions kasoo qayb gasho oo waxaa jira form ayaga u gooniya oo runtii aad iyo aad muhiim a dadka wax ku baraan ayaa cashaa wax ku barayaan oo runtii markaan anugu arkay aniga ruuxii waa iska qoray waan wadaa insha allah hadii ilaahi idmo waana arki doonaa marka aan dhamay waan la wadaagi doonaa hadii ilaahi idmo marka asxaabi dhammaantiin inaad ka faa'idaystaan ay rajeynayan marka qofka aan haysan assessment fiiga oo imtixaanka marka la qaado aan haysanin macnaha maxaa lahayay qarashka imtixaanka lagu assess garay qofka aan haysanin scholarship ayaa jira annaga dadkeena soomaaliyeed aad iyo aad ugu fudud waayo waxaana dad qaxootiya dad waddankoodii burburay marka dad kasta inta ay ka dhibaato badan yihiin ayaa calshaan wax loo ogolaada dadka falastiin scholarship ayaa jiro sidoo kale syriaanka scholarship ayaa jiro israa'iiliyiinta scholarship ayaa jiro arrinow sababtay u siiyaan laakiin adiga holicost iyo waxnoocaas ayay ka hadlaan dad la xasuuqay oo la dhibaateeyey waxnoocaas ayay ka hadlaan midda kale ninka fikirka iskale waa israa'iili israa'iiliyiinta badanka fikirkoodu ay la yimaadaan waa u meel martaa waa lana sanuujiyaa sida kambaniyaasha waaweyn dadka iskala odhan waa badanka israel ayay kasoo jeedaan ayaa la yihahdaa marka asxaabiga kolleyba jaamacadan waa jaamacad hadda la aqoonsaday acreditida higher educationka maraykanku ay aqoonsan yihiin marka haddii lagugu wareeriyey jaamacad hebelo maraykanka ayaa kasoo baxay dhexda inta xiratid ood is adkaysid jaamacadda scholarshipka apply garay kadibna baro insha allah hadii ilahi idmo bal ninkan iyo sida uu ku bilaabay insha allah hadii ilahi idmo. The following video is about a guy who is crazy enough to build a university that is designed to fit 100 million students. But why 100 million? First, let me tell you what the problem is. In the world, there are 100 million students that cannot go to any university, no matter how motivated, smart, or intelligent. 100 million students right now don't get to go to any classroom because they have no money, it's too expensive, or there is no space for them. This is the sad reality of our world, where money is holding people from getting quality education. Then I met this guy. Hi. My name is Shai Reshef. He tells me over the phone that he found a way to give 100 million people an education. When I heard that, my friend and I thought he was crazy. But turns out he's not. Here is the step-by-step process of how this guy is building what could be the world's cheapest and biggest university. It's very simple. The university buildings cost money. You don't buy them, you make it all online. The professors cost money, so you don't hire them. You make them volunteers. The tuition you don't charge, the textbooks you make them available for free online. You charge $100 per exam only. And if you can't pay, then it's free. And the university, you name it, University of the People. This guy did all of the above. His university has no buildings, professors, textbooks, or tuition. It's all online, run by volunteers, and is fully accredited, just like any American university. And it's designed to be open for everyone. And it worked. 7,000 professors and academics from Harvard and Columbia and everywhere reached out to volunteer for this university. Foundations reached out to donate money, and thousands of students reached out to attend from all around the world. Like this student. Hi, my name is Daniel and I'm from Armenia. From his home, with his dog, he can get a computer science degree from an American level university that can lead him to a great job without paying a single dollar. You don't see this every day. He's not the only one. Syrian refugees, genocide survivors, homeless people, stay-at-home moms, and many others who couldn't pay a fortune for education from 200 countries join his university. After educating 15,000 students, his goal is to build a system that works for 100 million more. And nothing could make me happier. This guy had a vision to make education free for everyone, and the rest of the world volunteered to help him make it a reality. They are making education a human right and not a privilege. If you educate one person, you can change a life. But if you educate many, you can change the world. Not many people think big, but those who do are the ones that truly, truly change the world for the better. We are trying. Waxaan ku doonaa jaamacadda websaitekeeda magaceeda maantana magaceeda idinma sheegin hadda ayaan magaceeda idin la wadaagi doonaa haddii la idmo websaitka ayaad ka arki doontaa markaan wax qoraayo okay marka halka aan ku dhufano kadib sidii caadada noo ahayd insha allah haddii la idmo waxaan ku qori doonaa magaca jaamacadda meeshaan ku qori doonaa jaamacadda waxaa la yihahdaa meesha magaca ku qoran waayo waxaa la yihahdaa U of People University of the People ayaa la yihahdaa so maaragtay okay University of the People to teach them free ayaa meesha qoran soomaa ayada la hidkaray
website ka kusoo baxay kadib inshaallah zoom ka ayaan ka bixi doonaa sidan website ka idin wadso marka website ku xog ka weyn waxaan inshaallah hadii la degrees ka ayaan marka hore inshaallah doonaa haddii rabto waxyaabo calaashan information dheeraad rabto inta kale aad weydiin kartaa warbixinada halka aad ka helaysaa okay meesha soo aad arkaysan sida jawaabta amal ama u sameysan message ka amal u sameysan inuu kusoo dhacayad ku dhufanaysa kadib ayaga aad weydiinaysaa oo aad kala xiriiraysaa hadii laadin okay marka hore laakiin horta degrees muxuu ahaa bixisaa business administration ayay bixisaa oo ka kooban saddexdaas qaybood master associate and bachelor ayay bixisaa sidoo kale aan idiin soo dhaweeyo waxaan leeyahay diploma ayaa leeyahay Soomaali marka meeshan diploma shahaado dhan ayaa loo yaqaanaa high school diploma master diploma waxa soo marka waxaan ayagu associate degree sidoo kale meeshan waxaan leeyahay computer science way meeshan computer science kuxuu jira bachelor iyo associate master malaha yadu sidoo kale health science ayaa jira health waxay bixiyaan bachelor degree iyo associate sidoo kale education ayaa jira oo master of education ah oo noocana MD ah waxa soo kan xitaa scholarship iyo insha Allah hadii la gaano sidana marka programs ka idiso insa iyo kubaya jaamacadu aan la wadaaga insha Allah hadii laadmo horta aan ka baxno marka soon kan ka baxno sidii kan wada aragno sidii arkaysan jaamacadu waxa partner la intaas oo jaamacadu yaala New York University Berkeley University jaamacadu waa jaamacada waddanka Mareykanka ugu qadarsan waa oo macnaheedu waxa la ugu fiican waxaana barnaamijada ay bixisaa Master of Business Administration ay bixisaa oo kana Bachelor degree Islam Business Administration ay bixisaa Associate degree oo asagana Business Administration ay bixisaa sidoo kale Computer Science kasi aan inta hore la wasay ka bixisaa oo waa bixintii oo dhameystiran okay sidoo kale faamisa meesha kale shan tuition free waa jaamacadu jaamacadu sidaan hore ugu sheegay mid charge kareen oo aan ka fikireyso in wax la tuition la fikireyso okay marka sabab kan kala tan ku dhufan ama qayb tan iyo dhufo tuition free iyo dhufo yaa tuition free intaan diin aan horta aan dhaho fees kan ku dhufto accreditation kinu jaamacadda waa kan University of the People is an American accredited online university which attests to our academic excellence Somalia and jaamacadanu waa accredited higher education waddanka Mareykanka ayaa aqoonsan sidoo kale method of study method kana waa kan aan calaashan waxaan ayu ka hadlayaa sidii dadku u baraan iyo waxaan caasay ka hadlayaa accessibility iyo wax kasta information ka sida maasra yar nusaya adaa baa arki doontaa calaashan markaad gudaha u gasho laakiin gudaha u galo okay hadda meeshaan kala tuition free ga fees ka igu dhufa ama fee ga igu dhufa fees ka calaashan waxa ay dadka ka qaado assessment iyo meeshaan assessment fee ay ku siinayaan oo sala kale associate degree bachelor degree waxaad ku dhameysanaysaa $1,000 ayaad ku dhameysanaysaa hakanna laakiin waxaan ku sii doonaa insha Allah hadii la idmo qaab aad free ku heli karto oo associate ska $2,600 sidoo kale MBA da waa $2,400 sidoo kale master of education ku waa $2,600 okay marka waxa soo dhana hadii aad heysan waxa soo dhana hadii aad heysan balka war oo aadan fee gaas aad heysan ma jira qaab kale oo aad wax ku heli karto ha insha Allah hadii la idmo qaabta wax ku heli hadiyan idin tusi doonaa qaab kale ayaan waxaan sidoo kale insha Allah hadii la idmo aad waxa soo dhana wad labs kareys okay our scholarship tuition si cha free ku dhufo kadibna our scholarship meesha ku qoran taqsiir hadii aad lacag heli karto iska bixi karto iska bixi hadii aad weysana calaashan maxaa la hayay in walaga bixina waxa calaashan waxa soo dhana scholarships scholarship waa waxa la scholarship for Syrian refugees waa kan wuxuu goon u yahay dadka Syrianka ayuu goon u yahay kana ku soo haray international halida baccalaureate MAD scholarship waxa kan education ka master of education ka manam hal scholarship loo sameeyay waa sala kan wuxuu cusub yahay niyo ay ku qoran bal ku dhufo halka fur okay inaan aan arkaynin ayaa macquul asxaabi waan hilmaamina suum garay igara lahaad marka bixinta meesha ku qoran scholarship hadaan akhriyayna waa kan okay yu goonu yahay qolamo goonu yahay mas waa mid furan okay waa mid furan open scholarship waa mid furan calaashan waxaan jeedaa qof kasta ayaa soo apply garayn kara ayaan jeedaa so sala kan applicants are required to possess a bachelor degree and wish to pursue master of education waxa kaliya shuruudda kaliya ku xiran waxa waaye in calaashan aad haysato bachelor of education inaad haysato inaad kaysato education aad kaysato aadna diyaar u tahay inaad dhigato calaashan macnaheedu waxa lahayay master of education aad barato sidoo kale waxaa bixiya scholarship kan waxaa bixiya oo ka bixinaya qoladan ayaa ka bixinaysa ilaado IB website kooda waa ka
een waxa kale xiriir kartaa halkan soo kala hadaan ka laabano wax yar aan suunka ka baxno een meeshan waxa ku leedahay kala hadda aad click here to apply meeshii leedahay marka aad ku furto scholarship oo scholarship kana si doorato liirada international baccalaureate waxa liirado een magaca meeshaas ma akhri karo een marka aad ku sii furto aad meeshii ay ku qorantahay meeshii hortiida ayaad waxa ku leedahay click maxa ku qoran aan soo meesha aan leedahay click si waxa ku qoran click here to apply for this scholarship on وسيت كده تو سيرو فايسا كده وسيت كده تو سيرو ستو ان حقو صباح عينك سكولشيب سكيو كان هذا كده بقول لك كده ابلا هي ما كان بروفو كده ما تو سيرو ستو ترى ده فيديو كان سبري ده يعني سكولشيب تسمين دونا ادي لا يدمو ان كده بقول لك ماتيريال تو ابلاي رول سكايو كنت سايا كده انا هالمره كبحو كده انت ايو كسينا بقول لك هي ان بقول لك كرييت اكونت حاف هذا الاكونت لهنا هذا الاكونت لهنا انت تقول فايسا او مخيت انا تقول فايسا هذا الاكونت لهنا كرييت اكونت تقول فايسا كده بس انفورميشن تاعي ومقع اي جيت وحاسو جيت ايو كل هي خرايا تو سيانس ان شاء الله دي لازم اوكي مكا مره غادي انك بحينا زومكا سي عندي بغ نقنو ان شاء الله دي لازم مخيت انا هذا اوكي اور سكولشيب واك مارك سكولشيب كوبادا يعني كنو سنه وانا ارينا ماشي لا ابلاي كاري كلا بعدنا واك بحال يو اس يو اس امباسي ان بوركينا فاسو كاس و غونو يا دك بوركينا فاسو كنول ان سيدو كلا كانو كلا بحالي ان سيمونه بايرس ني كان يرادو ليجاسي وانين ماجي سو سكولشيب كاس ان بحنايا ان افيلبل فور اول ديجري سيكر ستودنت وذ بريوريتي اوف ذوز هو هاف بين فاستر كير وهو غونو يا قف كاستا او علشان ديجري رادينايا ام واخ برشر رادينايا ايا سو ابلاي كاري كلا لكن waxaa si gooni loo sii raadiyaa dadka foster care ka calaashan baahan gargaar ku baahan sida dadku wax ka hadlayaan oo kale xuriyanka waxna asay ka hadlayaa marka kan waa apply kareen kartaa laakiin dadka mudnaanta la siinayo waa dadka noocaas okay foster care ku jira okay and emergency refugee assistance scholarship kan oo kale iska raaf dumar ku wuxuu goonu yahay oo brazilianka ayuu goonu yahay waayo brazilian ma tiin moqti marka brazil iska raaf and kan oo kale emergency kan oo kale waa muhiim Somalia dana wada qorshaynta emergency refugee assistance scholarship kanoo kala calaashan ku kanfaayaani wali baad taa wadamada deriska joogtay ee Uganda iyo Ethiopia dad joogto okay marka qof kasta oo refugee ayaa soo aqlay kareen karaa kanoo een marka asigii baan ka wada noqday hal mar ku noqonaya okay marka kan waa la aragnay oo waxaan dhahnay waan idin tusay oo qof kasta ayaa eligible waa kan Vietnamese ka ayuu goonu yahay kan emergency ka ayaa dad ka dhanayo ayaa wada leh kan dad gooniya ayuu goonu yahay een iskanaaf een sidoo kale kan dad gooni ayuu dad ayuu goonu yahay oo dad gooni ayaa la siinaya marka kan aad haysataa adiga kan adiga ayaa iskale oo qof kasta ayaa iskale qashan u jeeda soo awlay kale kara een sidoo kale kan waxaan maleynaa dadka Israa'iiliyeenta iyo waxna waxa siinoo goonu yahay een laakiin ma hubo kan aan jeeda maxay wala qof kasta ayaa soo awlay kale kara marka kan adiga waa awlay kale kartaa kan waa awlay kale kartaa een scholarship iska siyaad mid awlay kale kartaa mid walba xukuma option saad ku awlay kale meeshan ka soo awlay kale iyo kulay meel marka website ka dhex gasho jaamacadda website keda iyo scholarship iska dhex gasho marka saxaabi maxaa kale oo rabeen in la wadaago wixii aan idin la wadaagi lahayd dhawaan la wadaagi een soo dal waxaan say fee ga yaan in saxaabi een fee gu waxaan aanay marka la isku geeyo jaamacadda jaamacadda Mareykanka marka laga hadlaayo hada waxaan waa estimation sama ma wixii ku bixlaa associate degree waxaa ku baxday dadka $40,000 $30,000 ayaa ku baxday meesha halkan tii wuxuu dhan $2,000 degree go dhan iyo wuxuu dhan lacagta sare laga qaadayo assessment laga qaadayo ayaa $2,000 marka qof kasta waska bixi kara qofkan isna scholarship isa sawiraa sikra marka meesha anito hadii $2,000 oo lagu dhuftey $20,000 ayaa calaashan ay noqonaysaa marka ay caadiga tahay marka laakiin ay saano kala tahay jaamacadana oo weli waxa jira jaamacad la qoonsan yahay ee jaamacadu waxa laga fiiriyaa accreditation dadka qaar ayaa lacag fiiri doona intee u yartaa accreditation ka fiiri mar walba accreditation ka jaamacad ka fiiri sidoo kale waxaan wadamada dadka wada tagaan accreditation ka jaamacad ka fiiri ee sidoo kale bachelor degree go'an la afar ku dhameeyaysa umalay ma Soomaaliya xitaa in lagu dhameeyo laakiin ee warka ma hay ee jaamacad Mareykanka oo bachelor kan afarta waxa ku dhufanaysa meeshaan 20,000 meelaha ay ku dhufanaysa waa iska 6,000 oo dollar meelaha ee MBA een master key ayuu xiyaa 2,400 marka insha Allah hadii la imaad awoodaan hadii aad lacagta iska bixi kartaan iska bixi hadii kalena een scholarship iska aan tusay aw scholarship ay ku qorantahay apply kare insha Allah hadii la imaad khair badan ayaan rajaynayaa ay ka faa'iideys wanaagsan deeqdas wax barasho iyo kuwa kale badan aan soo wadno kuwa kale badan ayaan soo wadaa fursado badan ayaan soo wadaa een dhalinyarada Soomaaliyeed oo macnaheedu maxaa lahaa ay kamida chiilkayga oo ah chiilkii aan baxshay last generation Somalia ama chiilkii lumay ee Somalia ayagu hamiliil ayagu wax walba haya ayagu calaashan ee rabaa inay wax sameystaan oo heer gaaraan oo asalku dadka tamaan in waayaha uu ka reebay waayuhu ay ka reebeen insha Allah uu hadii laayeenmo fursado badan ayaan soo raadin doonaa een ila socda insha Allah hadii laayeenmo channelkayga iyo Facebook page-ka insha Allah soo bixiyo warbixinteeda een ka faa'iideysto insha Allah hadii laan khayr badan ayaan rajaynayaa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh